قبل باش نسرقوا من عند أنس بوخش البودكاستر الإماراتي، يقول بصراحة كيف حالك؟ كيف حالي؟ بصراحة 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 جوجاخ بالحق والله ديغ سافا في اللي قاعدين نعيشوا فيه الكل ويحد يكذب الحقيقة. دونك نقول جوجاخ جوجاخ بلوتو. Tu gères quoi بالضبط؟ Je gère les hauts et les bas, je gère حياتي, le quotidien متاعي, et je gère aussi نفسيتي, فهمت, les doutes متاعي, les peurs متاعي, les angoisses متاعي par rapport au futur, par rapport l'instant présent, ça a tout واحد يدخل بعض شوية. انا من الناس اللي من نولي بالنسبة لي انا فنانة تونسية وانا كان عندي حاجة نحب نعملها باش نعملها من بلادي اي جو بري البرا بالخدمة كسوسوا المسرح ولا سينما وإلا أنا نخدم حاجة متاعي وكل متاوى بالواقع اللي احنا نعيشو فيه إيه سورتو للعوامل الأخرى الكل وليت تحسها برسك حاجة امبوسيبل. معناها الكوفيد تروماتيزم كبير صار البشرية ما هوش خاطر احنا عشناه دودان ومعناش عليه ركول كبير. معناها متاوى كي تشوف البوم اللي صار عند البسيكولوج وعند البسيكياتر والمالاز الكبير والكونتيتي تاع الاغريسيفيتي اللي خرجت اوف جي يو بليزيور ما عندي معناتها دي تروما كبار معناها فما عندي ان تروماتيزم قديم تشوف معناتها ديك حد هكا معروف شويه مثلا يعمل حاجه يصير له لانشاج يسكت تدخل هذاك شنو هذاك ما هو ما يعبر كان على مالاز كبير في وسط المجتمع. انا من الاول نريتو كي يحطوا هاشتاج تاع بالعباد بعد ياسر عجبني حسيته ياسر يعب كلمتين يوصفوا المشهد على الاخر تاع بالعباد تاع بالعباد باش نكذبوا معناها